السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اكسبيديشن 2007 في مشكلة، مرة يشتغل ومرة لا، ونبغى نقدم لكم نصيحة مهمة جدا يا شباب. السيارة كان فيها التماس، واحد من الفيوزات ينحرق، قاموا لفوا عليه سلك. شوفوا لفة السلك ايش سوت. وكمان في مشكلة ثانية موجودة في السيارة، بدال ما ينحرق الفيوز سخنت الاسلاك هذه وذابت، الاسلاك اللي رايحة للشاشة الخارجية والضفيرة، وكانت السيارة بتولع نار. كمان شايفين الكيبل هذا يا شباب، هذا لقيته خلف علبة الفيوز. تخيلوا الاكسبيديشن علبة الفيوز هنا يمين الدرج، لقيته خلفها. والسبب الناس اللي مدمنة كل شيء تركب شيء في السيارة بسبب تركيب الشاشة هذه اللي انتم شايفينها. طبعا لا يعني هذا الكلام انه لا حد يركب شيء في سيارته. النصيحة، وانا عن نفسي ما اضيف اي اضافات، ولكن اذا سويت اضافات اعرف عند مين تسويها. كمان الشغل هذا اللي انتم شايفينه توليد في السيارة، وبعد شوية نرجع نسولف معكم حول هذا الموضوع. شوفوا يا شباب، لاحظوا السلك هذا، ترى احنا ما سلخناه ولا شيء. هذا بوريكم من وين فكينه. هذا من هنا، من تحت الديكور حق السقف من جهة السائق، ولكن طبعا بنتابعها. هذا مجمع الضفيرة حقتها، بنتابعها كاملة ونحل كل المشاكل اللي فيها، لانه فيها في اكثر من جهة للأسف. ومثل ما يعرف الجميع السقف كرتون، يعني الاحتراق سريع سريع. طيب يا شباب، عدنا لكم نكمل الموضوع، وصحح لنا صاحب السيارة ان موديلها 2011 وليس 2007. اي توليف بتسويه بسيارتك ايا كانت بساطته، لا تشتغله الا عند شخص محترف، ولا تسحب له من اي فيوز داخل علبة الفيوز. علبة الفيوز اللي موجودة في السيارات الحديثة، البعض يعتقد انها مجرد مجمع للفيوز، لا، اغلب السيارات هي عبارة عن كمبيوتر، اللي هو الكمبيوتر اللي اسمه BCM Body Control Module. أحيانا يكون فتحت علبة الفيوز الداخلية، وأحيانا الخارجية، وأحيانا الثنتين. للأسف أغلب الكهربائيين المبتدئين يعتقدون أن السيارات لا زالت تعمل بمبدأ 12 فولت، لا، هذا الكلام زمان. السيارات الحديثة فيها قطع تعمل بخمسة فولت، وفيها قطع تعمل بثلاثة فولت، يعني يحتاج لها كمبيوتر ينظمها. فتخيل انك تسحب من مكان اقصى ما يمكن انتاجه 3 فولت، تروح تركب عليه انوار ولمبات وقصة طويلة، كارثة. طبعا للامانة العميل كان من خارج ابها وحبيت اساعده، فطلب مني انه اروح اوديه الوكالة، ووصلته للوكالة. هو يعتقد ان الوكالة راح تحميه في الموضوع هذا، لان هي اللي مركبة الشاشة من اول ما اشترى السيارة. اللي لازم تعرفوا يا شباب انه اغلب وكالاتنا، للاسف لن اخص وكاله معينه، كل التركيبات اللي عندهم تقوم فيها مؤسسات من الخارج. يعني بطريقه اخرى، لو انا عندي محل زينه واوفر شاشات رائعه، ممكن اتعاقد مع الوكاله واركب لعملائها داخل الوكاله. لذلك نصيحتي، ناوي تركب شاشات، انت خذ سيارتك وروح لشخص تثق فيه وشخص محترف ويعطيك ضمان. طيب نرجع لقصة ثانية. السيارة ما هي أول ورشة تدخلها عندنا، كانت في ورشة سابقة وفحصوها، قالوا له مشكلتك سيكورتي. سيكورتي أقصد نظام المفتاح أو الآيموبليزر. جتني السيارة فحصتها، لقيت أن السيكورتي ما في خلل. طيب ليش اشتبه على الورشة الأخرى أنه الموضوع سيكورتي؟ لأنه لمبة السيكورتي ترمز، ما تشتغل بشكل نظامي. طيب ليش؟ لأنه السيكورتي إذا ما اشتغل الكمبيوتر بطريقة صحيحة ما راح يشتغل، فمن باب أولى هنا راح تظهر معاك اللمبة فلاشينج. طب إيش نستفيد من الموضوع هذا؟ نستفيد أنه حاول تختار الورشة اللي فيها الفني، أو على الأقل المدير الجيد. ليش؟ أنا الآن ماني كهربائي نهائيا، ولا أوصل ضفائر ولا أشتغل في ضفائر، لكن قدرت أطلع مشكلة السيارة، وقدرت أحدد أنه ما هو سيكورتي، مشكلة ضفيرة، وحددت المكان. بعدها راح اقدر اتابع الكهربائي، وراح اقدر افحص السياره بالكمبيوتر، واعرف ان اموره تمام او لا، واشيك على نظام السكيورتي. اذا موضوع الفحص هو اهم من الاصلاح. انا فحصت، ممكن لو قال لي العميل صلحها انت بيدك ما اقدر اصلحها، لكني طلعت المشكله. ختاما، لمن اراد ان يتعلم، اتابع احد المهندسين المصريين المبدعين المثرين للمحتوى العربي، راح احط لكم صوره قناته. تقدر تجد قناته بالبحث باليوتيوب
باسم وائل أحمد باللغة الإنجليزية، وأيضا سوف أضع الرابط الخاص بقناته في التعليقات في اليوتيوب. نستودعكم الله ونلتقيكم على خير، وإذا أعجبكم المحتوى ساعدونا بالنشر لتعم الفائدة. وصلتني مداخلة جدا جميلة ولازم أذكرها. أحد الأخوان يقول لي: لا يا أخي، الوكالة أفضل من أنك تركب برا، في فرق بين الوكالة والمصنع. لما تكون الإضافات هذه من المصنع حاسبين حسابه، هم صانعين السيارة بكبرى، يعني عارفين كل واير أو كل كيبل كم يقدر يغذي وهكذا. ولكن الوكالة للأسف أحيانا بعض الفنيين مبتدئين جدا، والأدهى من ذلك أيضا أنه قد يستعينون بأناس من خارج الوكالة.